السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم شهوات ام ايناس. اليوم جبت لكم هاد الحليوات الغزالين بدون فرن بلا ما كيطيبوا البنات، زوينين بزاف، سهلين سريعين التحضير، والبنه بنينين كيف ما دائما معوداكم. البنات هنايا ماشي شرط ان يكون عندكم ليمول ديال السيليكون، وانما تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو بالقطاعات، المهم شي حاجه اللي خفيفه ظريفه وفي المتناول ديالكم نتوما البنات. دائما كنخدموا بداكشي اللي عندنا، ما غاديش نكثر عليكم البنات. شوفوا المقادير كما قلت لكم ساهلين ماهلين موجودين البنات متوفرين. يعني تبعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخير. ندوزوا دابا تشوفوا المقادير وايضا الطريقه. بسم الله على بركة الله. أول حاجة المكون الرئيسي الأول هو الكاوكاو. غادي ناخذ واحد الكمية من الكاوكاو، ما غاديش نقول لكم شحال، يعني على حساب نتوما واش بغيتو بزاف ولا شوية. أنا هنا خديت واحد الكمية ديال تقريبا 200 غرام ديال الكاوكاو، خديته حمرته في الفران وخديته طحنته حتى ولا بودرة بحال هكا، يعني تطحن مزيان. ممكن تطحنوه في حالة الآلة أولا ديال العطرية. غادي نوزنوها البنات. داكشي اللي عطاني بحال عطاني 100 غرام، غادي نزيد عليه 100 غرام ديال البسكوي عفوا مطحون، عطاني 200 غرام، يعني نفس الكميه ديال الكاوكاو غادي نزيدوها هي تكون نفسها ديال البسكوي مطحون. البسكوي بغيتوه يكون بالشوكولا، بغيتوه يكون بلا شوكولا، لكم الاختيار. انا غنوريكم البسكوي اللي عندي خديته وطحنته حتى ولا غبره، يعني بودره. ها هو البنات، هذا هو اللي خدمت به انا. ممكن تاخذوا العادي اللي ما فيهش الشوكولا، يعني طبقه واحده ماشي جوج طبقات. غادي نطحنوه مزيان البنات وغادي نعبروه. المهم في هذه القاعده ديالنا خصها يكون عندنا قد الكاوكاو عفوا قد البسكوي. ها هو البنات دابا غناخذو غادي نعبروه. تقريبا جاني هنايا خديت جوج تلبكيات، يعني جوج العلب ديال هاد البسكوي، عطاتني نفس القياس ديال الكاكاو الكاوكاو اللي خديت. غادي نخلطو مزيان 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 وغادي نجمعو بالعسل. انا درت المعلقه الاولى وخلطته مزيان بايديا، عاد عاوتاني درتو الطحانه وباش تعجنوا ليا يعني بسرعه وكيتماسك كيولي عندي بحال عجين. هذيك العجين هي القاعده اللي كنبداو نشكلوا منها اي حاجه بغيناها البنات. هنا بغيتو ديروا نسلي باش تجمعوه اي حاجه. انا اختاريت العسل حيت مازال غادي نضيف النكهات، حيت الا درنا نسلي غيزيد لينا الحلاوه بزاف. عرفتوا نسلي كيكون معسل بزاف، عفوا حلو بزاف، وغادي يغير لينا المذاق. العسل محايد، نقدروا نزيدوا بزاف ديال النكهات. ها هو البنات بعد ما طحنتو كتولي عندنا عجينه على هذا الشكل. كما قلت لكم هذه هي القاعده الاساس اللي غادي نخدموا بها، نقدروا نوعوا بها، نديروا بزاف الاشكال البنات نتوما وداكشي اللي كتبغيو. غادي نقسمها هنا على ثلاثه الكويرات، يعني كل كره غادي ندير فيها نكهه وكل كره غندير فيه شكل. ها هما البنات كما قلت لكم الكميه على حساب نتوما شحال باغيين. انا هنا درت غير كميه صغيره حيت ديجا درت شحال من حلوه راه تقاسمتها معكم. اول حاجه هنا عندي جوج النكهات، غندير نكهه ديال القهوه والثانيه غادي نكهه الكراميل. اما الجزء الثالث ما غادي ندير فيه حتى حاجه، غادي نخليه هكاك خاوي. هاد الكره اللي درت فيها الكراميل غادي نزيد لها معلقه ديال الكاكاو المر، غادي نخلطها مزيان وغادي نضيف ليها الكراميل اللي حضرت معكم كيف ما شفتوا. هذا هو اللي حضرت معكم البنات. غادي نزيد معلقه وغادي نجمع هاد الحشوه باش تكون شويه عدي لينه وكتلصق باش يلصق ليا في هذاك الزنجلان الابيض. اللي ما عندوش الزنجلان الابيض ممكن ندير الزنجلان العادي الاخر. غادي ناخذ هاد الكميه ديالي وغادي نديرها كويرات كيف ما غتشوفوا معايا. ها هما الكويرات وغادي ندوزهم في الزنجلان اولا السمسم ونحطهم في ليمول. هنا البنات هنا عفوا البنات الا ما عندكمش ليمول ديال السيليكون ممكن انكم ديروا ميكا ولا بلاستيك غذائي تفردوهم ودوزوا عليهم بالتلاك وتقطعوهم بالقطاعات.
قطعات الشكل اللي بغيتو وديروا السمسم من الفوق ومن التحت. عاد البنات تطلقوهم بالمدلك وتقطعوا بالقطعات اللي بغيتو. الا ما كانوش القطعات ممكن اننا نديروا الاشكال بالسكين. المهم كنعطيكم انا اختيارات وانتم شوفوا داكشي اللي غيسلكم. نفس الطريقه هذه تقدروا تعاودوها حتى في هذه الثانيه ديال القهوه، حيت هذه غندير ليها المول ديال السيليكون، الثانيه حتى هي غندير لها المول تاع السيليكون، اما الثالثه ما غادي ندير ليها حتى حاجه. المهم البنات هنايا غادي نبدا نضغط عليه باش يشد ليا القالب. صافي ها هو جاهز، غنديرو في الفريغو حتى يجمد ليا عاد نخرجوها البنات. انا الى بانت ليا شي حاجه كنزيد ليها السمسم من الفوق. هذه الكويره الثانيه غنستعمل هذا المول تاع السيليكون. كيف ما شفتوني درت البنات، زدت هنايا النكهه ديال القهوه، غادي ندير لها كويرات ونحطها في الطبصيل على هذا الشكل. من بعد البنات هنا ما بغيتش انا ندير نفندها في شي حاجه، خديت هذا الكاوكاو كونكاسي درته غير على الوجه ديال المول، يعني بغيتها غير من الفوق يكون ليا داك الكاوكاو، ما بغيتهاش تكون ملبسه كلها بحال ديال السمسم. داكشي علاش درت غير شويه من الفوق في المول. وغادي نعاود نحط الكويره تاعي، نضغط عليهم مزيان باش يشدوا بلاصتهم على هذا الشكل. صافي حتى هي غندخلها للفريغو البنات باش كتقصح لينا وكنخرجوها بسهوله من هذا المول. ساهلين البنات كيف ما شفتوا، بلا طياب بلا قوه المقادير والمذاق رائع رائع رائع. ندوزو دابا الكويره الثالثه ولا الجزء الثالث. غادي ناخذ، قلت لكم ما درت فيه حتى حاجه البنات، بغيتو ديروا ليه كراميل، بغيتو تزيدوا نتوما اي نكهه ممكن تضيفوها، المهم انا كنعطيكم وانتوما زيدوا من عندكم. درتو هكا كويرات حتى نكملهم كاملين. من بعد غادي ناخذ شوكولاته المذابه. هنايا ما درتهاش في بامغي حيت كنعرف صراحه ندوبها، كنحطها فوق البوطه تدوب شويه وكنحيدها، كنبقى نحرك نحرك نعاود نحطها عاوتاني ونحيدها حتى كتولي لنا هكا، بقاو فيها غير شي طريفات بحال هكا صافي، وكنبقى ندوبهم مع بعضياتهم. هذه هي الطريقه السهله البنات اللي ما غاديش تحرق لكم هاد الشوكولاته السوداء. وهنا زدت عليها كميه من الكاوكاو كونكاسي، غادي نخلط مزيان باش تجيني بحال فيروروشي. ها نتوما البنات حاولوا خلطوا مزيان وشوفوا الا كان باقي جاري زيدوا الكاوكاو مهرمش ولا اللوز مهرمش اللي نتوما متوفر عندكم في الدار. صافي كنحطوا الحبات ديالنا وكنبداو نلبسوهم هذاك الشوكولا وكنحطهم هنايا. راه بالي شويه باقي جاري، زدت الكميه اللي بقات كامله. صافي البنات كيما قلت لكم غنلبس الكويرات تاعي مزيان مزيان ونحطهم على ورق المطبخ باش ما يلتصقش لينا، يعني الشوكولا في ورق المطبخ مزيان ما كيلتصقش البنات. ملي غنجي نحيدو غيتحيد ليا بسهوله بلا ما غندخلهم لا للثلاجة لا حتى حاجه. الصراحه هاد الحليوات اللي كيكون فيهم الشوكولا كيبقاو لينا كثر من الحليوات الاخرين اللي ما فيهمش الشوكولا. ها هو الشكل ديالها كيكون على هكا. اما الاخرين البنات ضروري هادو يبقاو في الثلاجه. اما ديال الشوكولاته ممكن اننا نحطوها غير في بواطه ونخليها في اي مكان، يعني كتحتفظ بهذاك ما كتضيعش لينا وما كتخسرش. الاشكال ديالي ها هما، كيجي الشكل بحال هكا البنات صراحه غزال غزال غزال. انا هاد الوسط ما بغيتش ندير ليه الكراميل حتى نبغي نقدمهم ونحطهم في الطبسيل، عاد غادي ندير لهم الكراميل من الفوق. بغيتو تخليهم بحال هكا خاوين ممكن يبقاو خاوين البنات. ها هما الاشكال ديالي بعد ما خرجتهم من الفريغو، الصراحه كيجيو غزالين وسريعين سهلين البنات. المقادير بسيطه ماشي شي حاجه والطريقه ابسط. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم البنات. ما تنساوش ديروا ليا جيم لاول مره يشوف لاشين ديالي، يدير ليا ابوني سبسكرايب، يفعل الجرس باش دائما يوصلوا جديد الفيديوهات ديالي. ها هما البنات كنحاول انني نقربهم لكم باش تشوفوهم، الصراحه جاوا غزالين 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 واعرين. كما قلت لكم ممكن انكم تزيدوا تبدعوا، تزيدوا ديروا اشكال اخرين، تلبسوهم باللوز افيلي، تلبسوهم بالكوك يعني جوز الهند،
بأي حاجة صراحة غزالين غزالين وسهلين، زينوا بهم مائدة العيد ديالكم وغادي يعجبوا وليداتكم بزاف بزاف. ما غاديش نطول عليكم، ما بقى لي الا نقول لكم خليتكم في رعاية الله. السلام عليكم.